يسعد اوقاتكم مشاهدينا ومشاهدين برنامج كواليس بحلقه جديده، مكملين معكم بتصوير كواليس البرامج للاستديوهات التحليليه المباريات وغيرها من المواد اللي بتتابعوها على قناه فلسطين الشباب والرياضه. اليوم مشوارنا على مدينه اريحه مع طاقم برنامج احكي لي عن بلدي. برنامج احكي لي عن بلدي هو برنامج شبابي رياضي بتناول القرى الفلسطينيه وانشطتها الشبابيه الثقافيه الرياضيه الموجوده فيها. كيف كانت اجواء التصوير؟ خلونا نتابع. المعالم السياحية الموجودة في مدينة أريحة هو قصر هشام. خلونا نتعرف على مواضيع شيقة ومش مملة كالعادة عن قصر هشام. أسيل يعطيك العافية. الله يعافيك. إحنا مبسوطين إنه هاي المرة الثانية اللي نطلع فيك نطلع معك برنامج نطلع فيها برنامج الكواليس. الأسبوع الماضي كنا معك بحياة مقيدة واليوم إحنا بيحكي لي عن بلدي. صحيح. بدي اليوم تحكي لنا شو جايين إحنا نعمل. إحنا هلأ معك موجودين في قصر هشام زي ما هو واضح، بدنا تفهمينا بالضبط شو جايين نعمل وشو طبيعة البرنامج، عن شو بيحكي. هلا اول شيء فكره برنامجنا هو بيحكي عن المدن والمحافظات الفلسطينيه والقرى الفلسطينيه وبعض الانشطه الموجوده فيها، منها شبابي، ثقافي، تاريخي، سياحي. نحن اليوم موجودين في مدينه اريحه كونها وجهه سياحيه فلسطينيه. طبعا نحن اول مره بناخذ مدينه، دائما بناخذ قرى لانه بكون فيها الانشطه، ممكن نحصرها في يوم او يومين تصوير، ولكن بما انه نحكي مدينه فما مش رح نقدر نحصر كل الانشطه الموجوده فيها ولا كل المعالم الموجوده فيها. ما بنعرف اذا في فرصه نصور كمان يوم، يعني بدل اليومين ثلاثه ايام في اريحه. تمام. لانه انا صراحه بهذا الجو اريحه بتجنن، وفيها كثير اماكن صراحه ممكن ينحكى عنها. هلا اريحه نحن بنعرف انه هي مشهوره بالنخيل او التمر، واسمها اصلا مدينه النخيل، وهي كمان اسمها مدينه القمر. القمر بالنسبه لكثير اشياء ولكثير مسميات فيها متعدده، بتوحي كل مسمى على شيء معين. هلا انت فكره البرنامج حتشوفيها اليوم معنا، يمكن اذا انا بحكي لك عنها مش حتكون واضحه لك، بس انت تشاركينا هاي الكواليس كلها حتفهمي بالضبط احنا شو نحكي. طبعا البرنامج كثير حلو، كثير مسلي، حتتعرفي على كثير ناس، حتتعرفي على كثير اشياء وانشطه موجوده في كل بلد. حلو. طيب واليوم اسيل رح تعملي مقابله مع مين؟ بدي تعرفيني بالضيف. هلا نحن صراحه بالبرنامج بكون في انه ظهور للمقدم، بكون في كل فقره، او مش ليش نحكي كل فقره، انه بعض الفقرات بكون فيها كمان ظهور للمقدم. اليوم حيكون معنا حدا، شخص او ضيف من وزاره السياحه، رح يحكي لنا عن المعلم السياحي الموجود هون اللي هو قصر هشام. هو حكى لي رح ياخذني فتله عشان نعرف او نتعرف على اشياء نحن ما بنعرفها موجوده بالقصر. حلو. حيكون معنا حدا من وزاره الثقافه كمان اليوم، ولبكره حيكون معنا ناس جديده، فحنتعرف على كل شيء بيومه. واليوم عندنا قصر هشام وعندنا كمان ايش حكيتي لي؟ في حيكون معنا مركز الفسيفساء. مركز الفسيفساء في مدينه بيت لحم. اوكي. طب نقدر اريحه في اريحه شو لحقنا ننسى؟ لا على الصبح بنزل في ستوري بحكي انا رايح اليوم على بيت لحم ايش في. طيب مبدئيا هلا رح نعمل جوله بقصر هشام. طبعا قصر هشام احنا دائما واحنا صغار دائما كنا نجيها، بس انا حابه اليوم كمان بهذا الجو اللطيف انه نلف ونشوف ونعرف اكثر ممكن عن المكان. قصر هشام كنا نجيها ونحن اطفال، يمكن ما كنا واعيين او متذكرين اهميه وجود هذا مش المعلم. مش زي لما هلا عم نيجي ونشوف. صحيح، نحن متحمسين وحابين نعرف اكثر عن هذا القصر، فاليوم ان شاء الله حتكون معلوماتنا مميزه وشيقه، مش معلومات ممله. طيب يلا خلينا نروح نبلش. جاهز؟
أنا جاهزة. جاهزين يا شباب؟ ومن أشهر المعالم السياحية الموجودة في مدينة أريحة قصر هشام. دايماً بنسمع مواضيع بنعرفها من زمان ومواضيع مملة عن قصر هشام. اليوم حابين نتعرف على مواضيع شيقة وغير مملة من السيد محمد كراجة. يعطيك العافية محمد. أولاً تحكي لي شو دورك وموجود بالقصر، هذا أهم شيء. أنا بشتغل في وزارة السياحة والآثار، أنا مدير تطوير المواقف في وزارة السياحة والآثار، فأحد المشرفين على تطوير مشروع قصر هشام. الأستاذ محمد رفاعي والأستاذ علاء عيسى، يعني اليوم الطاقم رهيب. يعطيك العافية أستاذ محمد. يعطيكم العافية جميعا. بس اليوم أنا حسيت التصوير كثير كان ممتع، لأنه أول شيء أنا صار لي زمان جد مش جاي على القصر هشام، والجو اليوم أعيش اليوم هدر. عصفورين في حجر، تصوير وسياحة. سياحة بالضبط، إحنا اللي جايين نعمل سياحة مبدئيا، بس في عنا عنصر مفقود أشرف. طلعوا على الأعمدة هاي، صح بتشوفوا فيها بطون، هذا في الفترة الأردنية، ترميم الفترة الأردنية في 1966 كانوا الأردنيين بحاولوا إنهم يعملوا سقف من القصب عشان يفتتحوها، أساس هذه تعتبر يعني أهم الأسباب اللي جذب الزوار على المكان. لأنها بتجيب زوار وبتجيب فلوس ودخل، فعشان هيك حاولوا يعملوا قصب، ولكن في 67 ايش صار عندنا؟ الاحتلال، الحرب، فعشان هيك وقفوا مشروعهم، وعشان هيك استخدموا ترميم من الاسمنت. كيف كانت الحلقة اليوم؟ يعني الحلقة اليوم جميلة، أول شيء يعني كون في دفء شوية ثاني من الشتوية. والله عن جد. تمام، قصر هشام كل بيجي يصورها، ففي أكثر من شغل نصورها يعني في القصر، الفسيفساء. بس اليوم لا، كان الجو لطيف هيك مع الجروب اللي طالع من عندكم، من عندنا، من كواليس. طبعا احنا اليوم يعني في انسجام صحيح في الطاقمين، مبسوطين بالاجواء، يعني سواء المخرج حسني والمقدمه اسيل، المخرج ابو عيسى ومحمد الرفاعي والاستاذ ضحى، احنا هيك يعني في عز ما له مثيل. يا سلام. طب هلا اشرف، الحلقه الجايه وين حتكون، ولا لسه مش مرتب؟ يعني بدهم يرتبوا، ممكن يعني ممكن تكون عبود، يعني انا كنت مقترح عليهم عبود حلوه، عبود كريم. بس انا بصراحه هي. عجبني موضوع الطلعه مع طاقم احكي لي عن بلدي، بعرفش بلكي طلعنا المره الجايه. بالضبط. يعني لازم، حلو، فرصه الاجواء بتكون حلوه يعني، ويشوف شيء حلو يعني. في شيء غني يعني انت ممكن تصوره، صحيح، بتتعرف فيه على بلد انت بجوز ما عمرك دخلتها، صحيح، فهي ميزة من ميزات برنامج فعلا. في عن جد مناطق بنروحها بيكون ممكن يطلع لك حدا من الطاقم يقول لك انا اول مره بزوره، يعني بالضبط، يعني المعلومات اللي احنا سمعناها من المرشد اليوم، صحيح، يعني عمرنا ما سمعناها فيها. ومن المعالم الثقافية الموجودة في محافظة
محافظة أريحة مركز الفسيفساء. خلونا نتعرف على هذا المركز ونشأة المركز مع ست ميسون. يعطيك العافية. يعطيك العافية. أول شيء برحب فيكم اليوم فلسطين المجلس الأعلى للرياضة والشباب، والبرنامج جدا جميل. أنتم قمتم بالغرفة على المحافظات، يتم التصوير في أماكن تاريخية. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من كواليس، ما تنسوا تتابعونا الأسبوع الجاي وإلى اللقاء.